اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم استوديو الاخباريه، معكم انا روان الوابل، ونبدا حلقتنا لهذا اليوم بخبر الاستثنائي اذ تنظم مدينه سلطان بن عبد العزيز الانسانيه المؤتمر العالمي لتجربه المريض رعايه من القلب، والتي تهتم ب خلال فتره من 23 الى 25 يناير الحالي تحت رعايه رئيس مجلس امناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، ويقام المؤتمر بتعاون مع مؤسسة كليفلاند كلينيك العريقة ووزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي، الشركاء الاستراتيجيين لمواكبة أحدث برامج رعاية وعلاج مرضى القلب واستكشاف الرؤى حول تجربة المريض، وباعتباره عاملا استراتيجيا لتوفير الرعاية الصحية. لمناقشة هذا الموضوع معي على الهاتف الأميرة جواهر آل سعود مدير إدارة تجربة المرضى بمدينة سلطان بن عبد العزيز الخدمات الإنسانية. مرحبا سمو الأميرة. أهلا أستاذ روان، حياك الله. يعني مؤتمر تجربة المريض رعاية من القلب، إذا ممكن ناخذ فكرة عن هذا المؤتمر من خلالك. إذا سمحتي لي في البداية أنا حابة بس أعطي فكرة عن مفهوم تجربة المريض. فضل. بحكم أنه هو مفهوم جديد وما هو واضح لكثير من الناس ولسه في خلط بينه وبين مفاهيم أخرى. طبعا مفهوم تجربة المريض هو مفهوم يركز على السعي لخلق بيئة داعمة للمريض وذويه. ولما نقول بيئة داعمة احنا ما نعني فيها فقط المنشأة الصحية او المستشفى، لكن رحلة المريض العلاجية بشكل عام بداية من احتياجه للعلاج الى ما بعد الخروج. يدخل من ضمنها طبعا اشياء مثل سهولة الوصول للخدمة الصحية، كيف وصل للمستشفى، كيف عرف عن المستشفى، اوقات الانتظار، سهولة الحصول على موعد، اشياء زي كذا. بالإضافة إلى طبعاً تواصل من مقدمي الرعاية الصحية، تنسيق بين الخدمات الصحية، كل هذه تقع أو تدخل تحت تجربة المريض. غير كذا خدمات الخروج وما بعد الخروج والتعامل مع الشكاوى. التعامل مع الشكاوى بالحالة يعني جزء أساسي من تجربة المريض، كيف إحنا نستقبل الشكوى، كيف نتعامل مع الشكوى، كيف ننتهي من الشكوى بمريض راضي بقدر الإمكان. فمفهوم تجربة المريض هو مفهوم واسع لكن منتشر بشكل كبير في القطاع الصحي في الفترة الحالية، ومن هذا المنطلق مدينة سلطان بالتعاون طبعا مع كليفلاند كلينيك حبت ان هي تستضيف او تجمع الخبراء في هذا المجال في الفترة زي ما تفضلتي بين 23 الى 25 يناير. في ناس جايين او خبراء في هذا المجال جايين من خارج المملكة ومن داخل المملكة بهدف التعاون بين المنشآت الصحية عشان نخرج نستفيد من خبرات بعض بالدرجة الأولى، ونخرج بتوصيات ممكن يستفيد منها المريض والقطاع الصحي كذلك. جميل جدا. طيب سمو الأميرة، يعني زي ما ذكرتي هي تجربة كاملة للمريض، كيف يكون يعني قياسها، كيف نضمن أن يعني التجربة زي ما ذكرتي من البداية لين الخروج هي جيدة وتساعده على الاستشفاء إذا صح التعبير؟ طيب طبعا في عدة وسائل تستخدم لقياس تجربة المريض. بداية المنشأة لازم تحدد هي وين المشاكل أو الجابس اللي موجودة عندها أو الأشياء اللي قاعدة تأثر على المريض سلبا، وضروري جدا أن المريض يكون جزء من هذا التقييم. يعني اللي أنا أشوفه مثلا مناسب للمريض يختلف تماما عن اللي المريض يعتقد أنه هو مناسب بالنسبة له. فإشراك المريض هذه أحد المحاور وأحد أهداف المؤتمر، كمان تمكين المريض وإشراكه في العلاج. المريض ما عاد هو مستقبل فقط لكن هو شريك معانا. المريض هو المركز، الشيء الأساسي اللي احنا نرتكز عليه عشان نقيس نجاح التجربة، يكون من خلال وسائل عديدة، يعني سواء مقابلات مع المرضى، استبيانات، الجولات اللي يقوم فيها مثلا فريق تجربة المريض في مثلا في العيادات الخارجية، غرف الانتظار، أجهزة التنويم. ففي طرق كثيرة تجمع منها معلومات تقيس فيها مدى تجربة المريض، لكن لازم المنشأة تحدد في البداية إيش الأشياء اللي هي تبغى تقيسها. جميل جدا، نتمنى لكم كل التوفيق سمو الأميرة في المؤتمر، موفقين إن شاء الله. شكرا لمداخلتك معنا سمو الأميرة جواهر آل سعود مديرة إدارة تجربة المرضى بمدينة سلطان بن عبد العزيز الخدمات الإنسانية، شكرا لك. ننتقل أعزائي المشاهدين إلى قضيتنا لهذا اليوم، فقضيتنا طبعا القطاع الخاص وآليات استقطاب الشباب وتحفيزهم للعمل. نحن قادرين، نحن نملك المعرفة والمهارات والمقومات لكي نقود وطننا المملكة العربية السعودية في جميع المجالات والأصعدة.
سلاحنا ثقتنا بقيادتنا الرشيدة التي وفرت لنا أساس الحياة الكريمة من أجل تطوير وتعليم الإنسان، وبعد ذلك إدخاله في جميع الوظائف المهنية لكي يكون الشاب هو المحاسب والبائع والمصور والفني والطباخ والمحصل والنجار. ليس عيبا العمل وليس عيبا هي مهنتك، العيب في البقاء والاستمرار والضعف، ويعني رغم كل التغييرات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاع سوق العمل. نشاهد التقرير ونعود لكم. في ظل الدعم الحكومي الكبير للقطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، وذلك لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في المملكة وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية المملكة 2030، حيث لا تزال تلك النظرة الدونية تجاه القطاع الخاص موجودة بين أبناء الوطن، فالبعض منهم لا يرغب بالعمل في القطاع الخاص بحجة أنه لا يوجد به أمان وظيفي، تاركين للأجانب الفرصة في أن يستحوذوا على تلك الوظائف الشاغرة في هذا القطاع الذي تعول عليه المملكة في مستقبلها ورسم مسارها الاقتصادي خلال الأعوام القادمة. كما يمتلك القطاع الخاص مزايا كثيرة لربما لا توجد في بعض الوظائف الحكومية كالرواتب المرتفعة والتأمين الطبي وغيرها، ولا بد من استثمار هذا القطاع من أبناء الوطن ليكونوا هم من ساهموا في تطوير اقتصاد الوطن ونهضته، فالوطن لا ينهض إلا بسواعد أبنائه. بدر بن مشعل للاستديو الإخبارية الرياض. لمناقشة قضيتنا لهذا اليوم أرحب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ عبد العزيز مبارك مهتم بقضايا الشباب والموظفين، وكذلك الأستاذ أسامة الشمري عضو لجنة موارد بشرية وسوق العمل، وكذلك أرحب بضيفتي من الدمام الأستاذ عبير الدوسري متخصصة موارد بشرية. في البداية أبدأ معك أستاذ أسامة، يعني يظل القطاع الخاص وتحفيز الشباب للانخراط في العمل في القطاع الخاص قضية، كيف هو الوضع الآن؟ الحقيقة الآن احنا يعني في ظل هذه التغيرات وظل كذلك التوجه القائم في آلية دمج وتطوير القطاع الخاص، وظل وجود المشرع الرئيس للقطاع الخاص في وضع بلورة ومجموعة من أحزمة وبرامج عديدة لتطور القطاع الخاص وآلية العمل في القطاع الخاص ومن حيث اقتداء المنشآت بتلك البرامج التحفيزية الموجودة للقطاع الخاص. دون شك نحن نمر الآن في سنة قادمة جديدة، تمنياتنا دائما أن تكون هي سنة خير وسلام وأمن لوطننا بشكل أكمل. لذلك لا يمكن أن يعني أن نهمل جانب قيادة دفة القطاع الخاص للاقتصاد بشكل رئيسي، مما يعطينا دلالة رئيسية أن هناك توجه من قبل الدولة لدعم القطاع الخاص، مع العلم أنه تم دعم القطاع الخاص وتخصيص مبلغ له أقر عن طريق مجلس الوزراء خلال الشهر السابق. هذه كل الدلالات تعطي إيحاء قوي أن التوجه للقطاع الخاص راح يكون إن شاء الله في انتعاش كبير، راح ينتج عنه طرح وظائف مستقبلية إن شاء الله لاستقطاب الكفاءات وكذلك تأهيل الباحثين. بس لو العمل. يعني لو نبغى نقيم الوضع، ليه الشباب ما زال فيه عزوف عن القطاع الخاص؟ الحقيقة إحنا لازم يعني لما نفند هذا مثل ما تفضلتي، دائما الباحث عن عمل لابد أن يكون ثقافة الباحث عن عمل بشكل أدق يعني جدا متوسعة كامل الانتشار. هناك مقارنة قوية ما بين العمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي أيا يكن في مؤسساته. عادة البحث عن الوظيفة الحكومية تكون في بعض
المميزات اللي هو يبحث عنها الباحث عن العمل بما يتعلق في ساعات العمل، فيما يتعلق في الإجازات الموجودة في القطاع الحكومي. ولكن في النقيض إن اتجه إلى القطاع الخاص فهناك مميزات عديدة جدا، منها تأهيل الموظف، القفزات الوظيفية اللي قد يحصل عليها الموظف المجتهد الذي يبحث عن تطوير نفسه بشكل مستمر. كذلك لا نهمل جانب الراتب ومقداره مقارنة ما بين الراتب في القطاع الحكومي. عادة أنا أعزز هذه النقطة الحقيقة لثقافة الباحث عن العمل، يجب أن تكون يعني أكثر فعالية وأكثر تنويرية بالقطاع الخاص وانخراطه في القطاع الخاص. متى ما وجد الباحث عن العمل إيمان كامل وقناعة في القطاع الخاص من جميع البنفيتس والفوائد والمنافع التي تعود له كموظف يعمل في القطاع الخاص، سيعلم جيدا سواء الباحث أو الباحث عن العمل أن القطاع الخاص هو المستهدف له في بناء مستقبل الوظيفي بشكل أساسي. جميل. أستاذة عبير، يعني إذا ممكن أعرف منك، الشاب ليش يتوجه للحكومي وليش في شباب يتوجهوا للقطاع الخاص؟ إيش الفرق لو قارنا بين اثنين؟ اولا احب اشكركم للاستضافه اختي روان. حياك. طبعا احنا لو بنفتح المجال للمقارنه ما بين القطاعين، القطاع الخاص والقطاع العام او القطاع الحكومي، يعني قد نستغرق ساعات في النقاش. ولكن انا اتفق مع زميلي في البرنامج الان في طرح موضوع اللي هو ثقافه البحث عن وظيفه. اعتقد السؤال المناسب هو ما هي الوظيفة المناسبة لي؟ ما هي الوظيفة المناسبة لطموحاتي؟ أو ما هي الوظيفة التي ستحقق لي الأهداف اللي أرغب الوصول إليها؟ سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. جميل. طب يعني أنت الآن تقولين أنه يعني توجه للقطاع الخاص أو الحكومي يعود للشاب نفسه وطموحاته ومسيرته، للبحث على العمل نفسه. جميل. طب لو قارنا كبيئتين، كبيئة هنا وكبيئة هنا، ليش القطاع الخاص فينا الشباب لا ما يبغى القطاع الخاص، يتخوف منه؟ هذه أعتقد أنها ثقافة، يعني ثقافة انتشرت للأسف. فعلا قد يواجه القطاع الخاص صعوبات في استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة للعمل عندهم، لكن في المقابل نحن نجد الآن اندماج كبير ما بين القطاعين، ما بين القطاع الحكومي وبين القطاع الخاص. القطاع الحكومي لا يستطيع العمل بشكل مستقل عن القطاع الخاص، كل القطاعين مكملين لبعض. وما هذا الشيء أنشأ عندنا اللي هو البيئة العمل النصف حكومية أو سيمي جوفرمنتال، وهذه المنطقة يعني تعتبر جدا بيئة عمل جذابة للشباب السعودي. طيب أستاذ عبد العزيز، يعني لو جينا قيمنا البيئة العمل بالدرجة الأولى، دائما بيئة العمل عامل محفز للشاب أيا كان، يعني كيف نقيم بيئة العمل في القطاع الخاص؟ هل هي كويسة جيدة أنه الشاب ممكن يبدأ في حياته فيها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الكلام طبعا كثير في هذا الموضوع، يعني ذو شجون، ولكن لما نتكلم عن بيئة وش نقصد بالبيئة؟ يعني هل نقصد مثلا البيئة المكان والديكورات ولا بيئة التعامل ولا بيئة الثقافة اللي تكلموا عنها الأخوان، ثقافة الموظف نفسه أنه يبغى يسقل مهارات تختلف. فلما نجد، أنت سألتي سؤال مهم، ليش كلهم ما يرغبون في القطاع الخاص؟ أنا من خلال احتكاكي حوالي 20 سنة، الشاب السعودي مميز جدا ومن أذكى العقليات في العالم كله على فكرة، المجتمعات العربية وخاصة السعودية. لكن احنا عندنا مشكلة يعني قالوها الأخوان، ثقافة. أنا لما يجي فيه ضبط وربط وإنتاجية والتزام، ما يصير فيه نوع من الضغط النفسي عند الشاب السعودي، فهو يفضل القطاع الحكومي لعدة أسباب، غير أنه مثلا هو يتكلم عن حاجة اسمها الأمان الوظيفي أو الأمن الوظيفي، غير يعني على سبيل المثال أنا أقول لكم الأشياء اللي كانت تدور وأنا أسمعها بشكل دائم، أنه أنا ترى أنا إذا موظف حكومي على ديوان الخدمة المدنية ما يقدر يفصلني إلا الوزير على سبيل المثال. لكن في القطاع الخاص
المشرف عليك لو انت ما التزمت ولا شيء يرفع فيك تقارير ويفصل. طب هذا ما يعني خليني نشوف هل هذه النقطه ما ظلمت كثير من الشباب انه فعلا ممكن انه ينفصل وهو يعني يستحق؟ هو شوفي يا استاذ روان، في النهايه يمكن تناقشت انا وياك تحت الهواء، القطاع الخاص هو قطاع ربحي، مو جمعيه خيريه ولا شيء يعني خيري ولا منح ولا، في النهايه هو ربحي. فانا في النهايه اللي ما ينتج او اللي ما يلتزم بثقافه المنظمه وما عنده انضباط في النهايه لازم يطلع برا، يعني انا في النهايه هو كذا يعتبر خساره عندي. لكن الحين زي ما ذكرت الاخ تعبير انه صار في اندماج بين او الاستاذ تامر انه صار في اندماج بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، الحين في منظمات حكوميه صار عندها ثقافه القطاع الخاص في الضبط والربط والانتاجيه والحضور والانصراف، لذلك نرى كثيرين من الناس اللي موجودين بادروا بالخروج من المنظمات هذه. ليش؟ نرجع نتكلم عن البيئه، البيئه من اي ناحيه هنا نتكلم؟ هل البيئه هي انه توفر لي ناس؟ البيئه عندنا للاسف مفهومها اني ابغى شيء على مزاجي، ابغى بكره ما اجي للدوام والله اجازه وامشي، حتى لو في مثلا رولز او سيستم في المنظمه انه انت اذا عندك اجازه لازم تقدم قبل بيومين ثلاثه وتحدد لك بديل على سبيل المثال. هل نقول هذه الثقافه قويه ومسيطره على كل؟ للاسف والدليل القراءات البطاله اللي عندنا، التسرب اللي يصير في الوظائف. القطاع الخاص عندنا على فكره ولاحظي الناس اللي دخلوا واستمروا في القطاع الخاص كلهم صاروا مميزين، يرأسون منظمات، يمكن الأخوان يعيدون كلامي، وبعضهم حتى صاروا يستقطبون في الخارج. أستاذ يعني أسامة، كيف تقيم؟ هل فعلا هذه الثقافة مسيطرة على الشباب؟ احنا لما نقول انه هذه الثقافة مسيطرة احنا لازم، يعني انا دائما مؤمن في لغة الأرقام، يعني هل هناك استبيانات معينة؟ هل هناك تقييم فعلي اثناء استقالات العاملين في القطاع الخاص نوهوا عن هذا السبب؟ لذلك دائما احنا نبني في لغات الارقام الموجوده. نعم قد تكون هي جزء بسيط ولكن لا يمكن ان تكون هي شماعه لهذا السبب ان يعلق عليه. اعود للنقطه انتم ذكرتوها بما يتعلق في الامان الوظيفي عاده في القطاع الخاص. دائما هذه الحقيقه دائما نسمع هذه الشماعه الرئيسيه ودائما نذكرها. احنا لا ننكر ان هناك في تشوهات في الشركات في السوق السعودي وهذا موجود وحقيقه، ولكن هناك مشرع رئيسي كذلك هو قائم لتنظيم اليه هذا العمل والتعاقد الموجود ما بين الموظف والمنشأة. لذلك لا يمكن أن نبني ونجعل أن هذه سبب رئيسي لعدم الالتحاق في القطاع الخاص. القطاع الخاص هو قطاع ربحي، نعم أنا أتفق مع الأستاذ عبد العزيز، هو قطاع اقتصادي حر، نحن نتمتع في هذا القطاع الاقتصادي، لذلك لا يوجد قيود في بقاء الموظف في استمراريته. وحب أنوه كذلك النقطة الآن، وهذه قد تكون رسالة كذلك لكل الباحثين عن العمل الآن، لكل من كان يعني يجعل كثير من عدة الأمور أو الأسباب لابتعاده عن التحاق في القطاع الخاص، من اطلع على الرؤية فعلا وقرأها تفصيليا هناك توجه كامل لخصخصة جميع الوزارات الحكومية، بمعنى أنه راح يكون هناك قياس للإنتاجية، راح يكون هناك معايير أساسية لبقاء الموظف سواء كان في القطاع الحكومي أو بعد تحويل أو خصخصة تلك الوزارات. هنا مؤشر رئيسي يعطي يعني دلالة أنه الانخراط في القطاع الخاص أو القبول في القطاع الخاص هو الملاذ الرئيسي لكل باحث أو باحث عن عمل. لكل من أراد تطوير الحقيقة ورفع قدراته متى ما وفق في منشأة تتقيد في آلية الموارد البشرية فعلا وتطبق جميع أساسيات وأقسام إدارة الموارد البشرية في هذه المنشأة سيتمتع في التطوير المباشر، سيتمتع في علو الراتب سنة عن سنة قادمة، سيستقطب من منشآت أخرى. هذا سؤال برجع أسألك إياه بس بعد ما أخذ ضيفي في جدة، هل كل الشركات نقدر نضمن أنها جهزت نفسها وقدمت موارد يعني أنظمة موارد بشرية، أنظمة عمل يعني محفزة أنه والله الشاب وتضمن حقوقه وأنه يتكافأ؟ بس أروح أتوجه ضيفي في جدة الأستاذ ثامر الفردوشي عضو لجنة شباب أعمال جدة. مرحبا أستاذ ثامر. أهلا فيك، حياك الله. أستاذ ثامر تسمعني؟ اي اسمعك، تفضلي. حياك الله معنا في استوديو الاخباريه. اتوجه لك بسؤال، يعني هل الشركات والقطاع الخاص ادى دوره في توطين وجذب الشاب السعودي؟ هل وفرت له يعني اشياء فعلا مغريه ومقنعه انه هو يتوجه له رغم عدم يعني الامان شوي، عنصر الامان ما هو موجود في القطاع الخاص؟ اول شيء احنا ما نقدر نقول ما في امان في القطاع الخاص، لما نقول ما في أمان القطاع الخاص فإحنا نتكلم عن جميع القطاع الخاص، عن جميع الشركات، عن جميع المنشآت، عن جميع المؤسسات، وهذا أمر خاطئ جدا.
الأمان موجود إذا الشاب اختار الشركة المناسبة. الآن أصبح هناك سوشيال ميديا. إذا ممكن ترفع لي صوتك أخوي ثابر. أوكي. الآن أصبح هناك العديد من الشركات لديها السوشيال ميديا، لديها مواقع على الانترنت، يقدر الشاب أنه يبحث عن هذه الشركة قبل ما يقدم عليها، يشوف تجارب الآخرين اللي اشتغلوا في هذه الشركة، يعرف تاريخ الشركة كم لها، شركة لها يوم غير شركة لها 100 سنة أو نفترض 50 سنة، فيختلف من شركة الأخرى. هنا نقدر نقول هل الشركة هذه قوائمها المالية أيضا هل هي مناسبة الواحد ينضم لها أو لا. هنا يختلف أيضا في الهيكل التنظيمي لكل شركة. فلا يمكن نقول إنه الشركات القطاع الخاص ما فيها أمان. شاب بسيط بدأ وفتح مشروع حديث، المشروع ماله سنة أو 6 شهور ورأس ماله بسيط، فلا يمكن نقارن صاحب الشركة هذه أو المؤسسة هذه بشركة رأس مالها نفترض 100 مليون أو 50 مليون. الرواتب حتختلف، الأمان الوظيفي قد يختلف بين الشركتين، فما نقدر نقيدها في زاوية معينة. وأعتقد توجه الشباب للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص يرتبط بعوامل عديدة جدا. يعني لو قلنا شاب عايش في قرية، ما هو من السهل أنه ينتقل إلى مدينة يبحث عن وظيفة ويترك أهله، لذلك تجد لديهم الرغبة في العمل في القطاع الحكومي حتى يضمن في العيش في المدينة اللي هو موجود فيها أو القرية اللي موجود فيها. الشركات العظمى الآن أو الشركات الكبيرة أكثرها موجودة في المدن الرئيسية، ما في سهولة في التوظيف في القرى أو المدن الصغيرة، لذلك العديد من الشباب أنا أعتقد هم يرغبوا في التواجد في القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص، بينما القطاع الخاص فرص التطور وفرص زيادة الرواتب أسرع من القطاع الحكومي. يعني ممكن شاب يقبل براتب 3000 4000 وشاب آخر يقبل 7000 أو 8000 في القطاع الحكومي، إلا عنده 3 أو 4 قبل في البداية، بعد ممكن 10 سنوات راتبه يوصل 20000 30000 في القطاع الحكومي، هذاك ما زال حول 10 أو 12000. هنا يعتمد على طموحات الشخص وعلى تدريبه وعلى ماذا هو يبحث يكون في المستقبل. حجم المنافسة الآن أصبح عالي بالنسبة أيضا للشباب، إنه إذا حبوا إنه يدخلوا في القطاع الخاص ما هو مثل الأول. أنا الآن أنصح أي شاب إذا وجد الوظيفة يتمسك بها ويتوكل على الله ويقبل بهذه الوظيفة مهما كان الراتب، ليكتسب المعرفة والخبرة. زمان كان الخيارات إنه والله مين الأفضل في الشهادة، الآن الشهادة والمعرفة. القطاع الخاص مثل ما قالوا الأخوان هو ليس جمعية خيرية، إنما بيبحث التاجر أو المنشآت تبحث عن الربح. إذا حققت الربح هنا تبدأ المرحلة الأخرى اللي هو البحث عن المسؤولية المجتمعية ومساعدة الشباب في التوظيف بالوظائف المناسبة وتدريبهم وربما بعثهم للخارج. طب أستاذ ثمر، يعني أبغى أتناول معك موضوع، يعني الشباب في البداية ممكن يغامر، الشاب هو لسه متخرج جديد عمره 23 24، مغامرته تكون أسهل، وأنه ممكن يجازف في شركة صغيرة أو مؤسسة في بداياتها، مختلف عن لما يكون مثلا والله بعد 10 سنين خبرة. هذه الثقافة هل هي موجودة عند شباب؟ لأنه أنا أغامر وأجرب وأشوف، ولو مثلا حصل أي شيء أنه والله استقلت أو ما ناسبني المكان، أنا تظل حجم المخاطرة عندي قليل، ما زلت أنا صغير، سني صغير، عدد المسؤولين عندي أقل. هل هذه موجودة المجازفة عند الشباب؟ أنا ما أسميها مجازفة، هي حاجة الآن على الشاب أن يتقبل، أن يقبل في أي وظيفة في أي شركة في أي مهنة تتناسب مع قدراته وإمكانياته. المنافسة مثل ما ذكرنا كثير، الكثير من المتخرجين أتوا من يعني من الخارج كمبتعثين من الجامعات المحلية، حجم المنافسة أصبح ما هو بالسهل إن هو يتوظف في أي شركة. الشركات بحاجة الموظفين لديهم الرغبة في العمل، وهذا هو المهم. أنت عندك رغبة للعمل وقبلت في أي وظيفة سواء منشأة صغيرة أو متوسط أو كبيرة، توكل على الله وابدأ اكسب المعرفة. أفضل أنك أنت تجلس في البيت وتقول والله هذه الشركة أو المؤسسة هذه صغيرة ما راح أتعلم منها، لا، هي كل تجربة راح تستفيد منها في طريق نجاحك. ابحث شركة صغيرة أو كبيرة، توكل على الله، فترة من الزمن حتلاقي نفسك ممكن في المنشأة الصغيرة هذه أنت من المساهمين في تكبير هذه المنشأة وتصبح رئيس تنفيذي، ربما يدير العديد من فروع من هذه الشركة. فلا تستقلل من أي قطاع أو أي منشأة، أهم شيء أنك أنت
ابدأ، تعلم، تدرب. جميل. لا تتشرط. الآن إحنا في زمن لا يتطلب أن الواحد يقول والله أنا لا أبغى الشركة الفلانية أو أقبل بهذه الوظيفة. نكون واقعيين، الوضع في التوظيف، الشركات بحاجة من ينتج، بحاجة من يعمل، بحاجة للشباب أيضا أنهم يقبلوا بأي وظيفة في الوقت الحالي. يعني البدايات المتواضعة ما فيها مشكلة، يعني الواحد يبدأ ببداية بسيطة بس يتوقع أنه يكون في تحسن مع الوقت. أكيد كثير من التنفيذيين ورؤساء دول بدأوا بداياتهم متواضعة. جميل. اقبل وتوكل على الله، أهم شيء أنت تضع لنفسك أهداف وتطور من نفسك، لا تعتمد فقط أن القطاع الخاص هو اللي يطورك، أنت طور نفسك. أستاذ أسامة، نرجع للنقطة اللي كنا نتحدث فيها، أنظمة الموارد البشرية الآن في القطاع الخاص هل هي قوية ويعني تكفل التسلسل وتطور مهني، تطور حتى في الراتب للموظف؟ دون شك في ظل الآن وجود التنافس ما بين الشركات في القطاع الخاص، ازداد إيمان الشركات الحقيقة، يعني خلينا أخصص الكلام بشكل دقيق، ازداد إيمان بأهمية دور إدارة الموارد البشرية وانعكاس إنتاجية الموظف في النهاية العائد إلى تحقيق أهداف المنشأة. بمعنى أنه الآن الشركات معظمها أصبحت تؤمن في تقييم الأداء، أصبحت تؤمن في تطوير موظفينها من ناحية دوراتهم التدريبية، من ناحية ازدياد مهاراتهم ومعرفتهم في اختصاصهم. كل هذه الأشياء كانت تنعكس على دور الموارد البشرية في المنشأة، وكانت سابقا للأسف يعني شبه مشوهة أو شبه لا يؤمن فيها، بحكم أنه ينظر من بعض الشركات أن هذه الإدارة هي مكلفة، بما أنها هي يعني تبحث عن تطوير الموظف وتفعيل أداء وتخصيص الدورات التدريبية المخصصة لكل موظف يعمل في كل إدارة. إذن نحن لا نستطيع أن نعمم أن دور كل المنشآت، أنا ذكرت في البداية أن هناك تشوه موجود فعلي، هناك تشوه في بعض الشركات الموجودة في القطاع الخاص، ولكن في وجود المشرع الرئيسي اللي هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في وجود المراقبة والمتابعة اللصيقة التي تؤمن وتحقق العدالة والمساواة في تطبيق آلية التعاقد ما بين الموظف والشركة، إذن هنا نحن نؤمن أن القطاع الخاص بخير وأنه يتجه إلى الصعود وإلى أعلى. ولكن دعينا أعرج على نقطة أنا أعرج عليها في البداية بما يتعلق الآن في الخصخصة. نحن دائما نسمع أنه هناك خصخصة، وكثير من الوزارات بدأت في مرحلة الخصخصة. الخصخصة هي توجه لبحث عن إنتاجية الموظف، دائما يعززون الأسباب كثيرا، يعني كثير من الملتقيات الوظيفية اللي قد أشرفت عليها أنا شخصيا الحقيقة بعد ما نرى الاستبيان ونضع النسبة النهائية، معظمهم عدم توافق الاختصاص، لذلك تم رفض الوظيفة. عدم والله عدم الرغبة في إحساس الباحث عن العمل والباحث عن العمل أنه هناك لا يوجد أمان وظيفي. دائما أنا أفند، وهذا كرأي شخصي حقيقة ودائما أدعم فيه لكل العاملين في القطاع الخاص، الأمان الوظيفي هو عبارة عن أدائك، تطوير مهاراتك، وقوة الثقافة اللي أنت تحصل عليها. متى ما وجدت هذه العوامل أنت لن تبقى دون عمل إن التحقت في القطاع الخاص. ولكن التسويف وجعل الدخول في الأشياء الغيبية وأنا سأحرم من الوظائف، ازداد عدد البطالة عندنا في شكل انعكاسي مباشر. المتضرر الرئيسي الباحث عن العمل، التحاقك في المنشأة وكسب المعرفة ودخولك في أجواء بيئة العمل وكسب العلاقات المهنية، هنا دلالة أساسية لانخراطك واندراجك في القطاع الخاص. نحن لا نخفي أن هناك استقطاب، والاستقطاب عادة يأتي من سمعة الموظف في أداء الوظيفي. الأداء الوظيفي وتطوير مهاراتك كموظف أو موظف في القطاع الخاص هنا المحك الأساسي الذي لا يجعل لشماعة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص موجودة لديك. نعم قد يكون بعض الشركات تمر في ظروف اقتصادية أساسية ينعكس على توجه الشركة واستراتيجية الشركة، قد يتجهون إلى تقليص عدد العاملين في المنشأة، ولكن متى ما تمكنت من الأشياء الرئيسية والعوامل الرئيسية اللي أنا ذكرتها لا يوجد إن شاء الله أي مخاوف مسألة الأمان الوظيفي. وهناك كذلك في حالة إنهاء عقدك من المنشأة، هناك كذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنشأت برنامج ساند. ساند هذا كذلك في دوره أن يغطي الاحتياج المالي لمن تم إنهاء عقده عن طريق المنشأة إلى أن يجد فرصة وظيفية ثانية. هذا كل هذه الأشياء لتقليل فجوة البعثرة ما بين الباحث عن العمل والقطاع الخاص. هذا بشكل عام. أستاذ عبد العزيز، كيف تعليقك على
البدايات المتواضعة أولا، وفكرة الأستاذ أسامة بأنه الأمان الوظيفي في اجتهادك، في مثابرتك، في عملك وإنتاجيتك. أول شيء البدايات المتواضعة هذه سنة إلهية في الكون، دائما إحنا إذا مشينا عكس السنة الإلهية ما ننجح. صحيح. فكل شيء مبدأ من الضعف، معروف الإنسان خلق الإنسان خلق. فأنت جايين، أنت خريج إن شاء الله جاي من برا، حتى بتبدأ تجي تأخذ تقول أبغى راتب كذا، صعبة مستحيلة جدا، لازم تبدأ شوي شوي، وهذه يعني لازم يقتنع فيها الجميع إنك إذا ما بدأت صغير لن تكبر أبدا. دائما اللي يبدأ كبير هذا يصير له مشاكل كثيرة، حتى لو في مجال تخصص، مش في مجال تخصص ودراسته. صحيح. نبي نرجع على هذه مجال التخصص. مجال التخصص قبل زي ما تكلم الأستاذ أسامة، إحنا نتكلم عن حاجة اسمها سلوكيات مهنية، يعني هو تكلم عن شيء جميل جدا، هو أنا تكلمت عن نقطة وبعدين قال هو لازم فيه أرقام وذا. أنا اشتغلت في شركات التشغيل مدة 7 أو 8 سنوات، يعني في بعض الشركات وصلت نسبة التسرب الوظيفي في السنة الواحدة 120%، تخيلتي. فنجي نراجع الاستقالات كلها نبي نلقى أنه والله سوء تعامل، ما عطوني مدري إيش، كلها حكاية التعامل أكثر شيء، يعني سلوكيات. فإحنا لما نتكلم عن سلوكيات المهنية، اللي يتكلم عن الأستاذ أسامة أني أنا أثقف نفسي أني أطور مهاراتي، هذه اسمها السلوكيات المهنية. طيب، هي اللي تصنع لك الأمن الوظيفي. عشان كذا يمكن أنا ذكرت لك أنا عندي محور أنا كنت أقدم دائما في بعض الملتقيات اسم السلوك المهني والأمن الوظيفي، ويركز على أنه اللي يصنع أمانك الوظيفي هو قدراتك ومهاراتك وثقافتك وتقبلك. إذا ما إذا أنت ما اشتغلت على نفسك، أحيانا أنا مر علي تجارب ما ننكر، أنا أقول لك عشان كذا أقول لك الشباب، البلد هذه فيها شباب مميزين جدا، كانوا يجون يقولون نبغى نشتغل مجانا بس نبغى نعيش جو العمل ونعطونا شغل وتجربة العملية مختلفة. وعندي ناس موجودين أوريكم رسائلهم إلى الآن يرسلوا لي نبغى نشتغل مجانا، ما عندنا مشكلة بس نبغى ندخل جو العمل ونعرف شلون تشتغل المنظمات، وهذا مهم جدا. النقطة اللي تكلم عنها الأستاذ أسامة اللي هي حكاية إنه وجود نظام للموارد البشرية، هذا مهم جدا أساسا. إذا ما في نظام للموارد البشرية معناها أنت ما عندك، معناها شغلك فوضى غوغائي أساسا. صحيح. لكن هنا نسأل السؤال اللي نسأله، هل أنا كشركة ملزمة أني أسوي علاوات سنوية، أني أسوي تدريب؟ أحيانا زي ما قال الأستاذ أسامة بعض الشركات ونبغى نشوف نسبتها في السوق السعودي كم، يمكن ما عندها القدرة أنها تسوي هذا الشيء، يأثر عليها أصلا. طيب وإيش الحل؟ الحل أن الشخص هو لازم يعرف أنه يدخل مكان. إحنا وش مشكلتنا يا أستاذ روان؟ إحنا نجي المكان خلاص لقينا هالمكتب وهالكرسي ما نبغى نطلع معه، نحط خطة لأربعين سنة لين نتقاعد. ما عندنا فكرة، يعني في المجتمعات الغربية هم ترى عندهم كل سنتين لازم، إذا أنت ما غيرت وظيفتك رحت المكان أعلى ولا تأخذ خبرة إضافية معناها أن عندك مشكلة. صحيح، بقائك في مكان نعم. واحد أكثر من سنتين هذه مشكلة. نعم نعم. لذلك حتى لو يعني أنا أشتغل في شركة تشتغل في التشغيل، أنا من وجهة نظري الخاصة أنه ودي أستقطب كل الخريجين اللي عندنا، لأن معظم التخصصات اللي تخرج في فجوة بين اللي درسوه وبين الواقع العملي. صحيح. ودي أستقطبهم وحطهم في الأشياء اللي هي البسيطة، الاستقبال والكول سنتر، وخله يتعلم، خله أول شيء يتعلم شلون مهارات التعامل، يتعلم شلون فكر الانضباط، يربي المرونة النفسية والتكيف، كيف تتعامل مع زملائك مع مديرك، وشلون تشتغل المنظمات الكبيرة ما فيها شيء عادي. احنا نشوف مثلا رؤساء منظمات مثلا ما لها دخل، تلاقي مهندس ولا طبيب ولا ما له دخل اساسا في المنظمه هذه، من منظمه ماليه ولا منظمه. اذا الفكره هنا تاتي زي ما قال الاستاذ ثامر، زي ما قال الاستاذ سامر، ترجع لعقليه الشخص. انت لازم تجتهد عشان تبني مهاراتك، لازم. اذا لقيت الفرصه تمسك فيها. جميل. لا تفرط فيها، تقول والله انا قاعد. طيب نفرض انه ما جت الوظيفه، انا اعرف ناس لهم 7 سنين ما جتهم الوظيفه اللي في المساق حق التخصص حقهم. طيب خلاص، اول شيء خسر التخصص حقه، خسر مهاراته، خسر العلم اللي عنده، وخسر خلاص طور يعني خلاص اصلا العلم، هو لسه ايوه سنين. انت صرت جهاز معطوب، لازم نعيد تحديثك من جديد الحين، خلاص الوقت يتطور. وعارفين انه في دراسات تقول لك انه بعد مثلا في 20 مثلا 30 في وظائف كلها بتختفي، كميه من الوظائف 80% من الوظائف الموجوده حاليا كلها بتختفي، مسميات وظائف خلاص بتندثر. فيعني لازم يكون مرن الشخص، ايوه، مع التقنيه، مع الذكاء الاصطناعي، مع خلاص انت لازم تواكب هذا الشيء. اذا ما انت مستعد تواكب خلاص السفينه بتروح وتتركك. جميل. وهذه مشكله. معي على الهاتف استاذ خالد ابو الخير المتحدث الرسمي لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. مرحبا استاذ خالد.
مساء الخير استاذ روان، مساء الخير ضيفك الكريم والمشاهدين، حياك الله. يعني يظل القطاع الخاص واستقطاب الشاب السعودي قضيه وموضوع، وزاره العمل ايش قدمت اخيرا في هذا الموضوع؟ والله احنا طبعا وزاره مستمره في برامج تمكين الشباب والشابات من فرص العمل في القطاع الخاص. اطلقنا عده برامج تمكين لهؤلاء الشباب والفتيات، مثلا يعني نتحدث عن قصر العمل على السعوديين والسعوديات في عدد من الأنشطة، والآن متجهين إلى نشاطات أيضا أخرى يمكن أغلبها تكون متركزة في زي قطاع التجزئة، فهذه من القطاعات المحفزة للتوظيف. أيضا وضعنا منصات يعني إلكترونية، منصات متخصصة في وظائف المستقبل. الآن كما يعلم الجميع أن حتى أطلقنا برنامج العمل الحر، البرنامج العمل الحر يستطيع أي شاب أو شابة يمارس المهنة حتى لو كان في المنزل، حتى لو كان عن بعد. أنه الآن أصبح نسجله في التأمينات، نتحمل إذا كان غير موظف طبعا أو غير طالب، الآن نسجله في التأمينات ونتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية تكلفة التأمينات عنه. وأيضا هذه منصة العمل الحر تعطيه يعني تاريخ وظيفي عندما يسجل في التأمينات، في نفس الوقت يستطيع أن يدخل المنصات الأخرى في عدة جهات، أن يستطيع أن يدخل حتى على المشاريع الحكومية. وأيضا لازمنا مع مؤسسة النقد نعمل على أن يكون هناك في دفع إلكتروني من خلال سداد وغيره من أنظمة المدفوعات لكي يتم تنظيم هذا العمل. فالوزارة مستمرة في جميل. البرامج التوطين، يعني مثلا في الفترة الأخيرة تم توطين عدة نشاطات في مجال الذهب والمجوهرات، في مجال السياحة، في مجال النقل، في مجال تأجير السيارات، وأيضا لدينا أو أيضا مستلزمات النسائية للسيدات. فأيضا لدينا برامج أخرى إن شاء الله نطلقها تباعا، ونحن نمكن الشباب ومن هذه الفرص بإذن الله. جميل. طيب أستاذ خالد، يعني تحدثنا في البداية مع الضيوف هنا في الاستوديو عن ثقافة، بعض يعني الشباب يحتاجون تثقيف في بيئة العمل في القطاع الخاص، أنها يحتاج لها شوي مرونة، يحتاج لها شوي فكر مجازف. هل الوزارة تقوم بدور تثقيفي في هذا الجانب؟ الوزارة عندها قناعة تامة بأن عيالنا إذا أعطوا الفرصة تماما وتم حمايتهم اجتماعيا وتهيئة البيئة المناسبة وحمايتهم أيضا من يعني المنافسة من العمل وافدة، فهم قادرون بإذن الله أنهم يتمكنون. لنا تجارب كثيرة في قطاعات عدة، لما مكننا هؤلاء الشباب وجدنا أنهم فعلا مهاراتهم عالية والتزاماتهم عالية، فبالتالي هم فقط يحتاجون مننا حنا الحماية، وهذا اللي نعمل عليه. يعني حنا أعلننا مثلا خلال شهرين تقريبا من إطلاق المرحلة الثالثة لمحل المستلزمات النسائية، أعلننا أن قمنا ب 55 ألف جولة تفتيشية، وجدنا أنه مثلا 72% من المحال ملتزمة، في بعضها لم يلتزم. فبالتالي أيضا قطاع الاتصالات زي ما أنتم شايفين، حنا وصلنا قطاع الاتصالات وما زلنا نعاني من وجود العمالة الوافدة التي تكون حول هذا القطاع، يعني في الشقاق، في الأرصفة. فبالتالي نحن نقوم مع الجهات الأخرى في حمايتهم. أيضا القضاء على التستر، هذا شيء مهم جدا. نحن ننسق مع وزارة التجارة والاستثمار أن ما يتعلق في قضايا التستر، أن المحل المشبوه في تستر تجاري فهذا يتم إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار. فأبدا يعني الشباب والشابات السعوديين فقط محتاجون إلى التمكين، وهذا اللي نعمل عليه حاليا، خصوصا أن البيئة يعني بيئة العمل لا ينقصها إلا فقط أنه تهيئة وتشريع القرارات اللي تخدم هؤلاء الشباب والفتيات. شكرا جزيلا لك استاذ خالد بالخير، المتحدث الرسمي لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، شكرا لك. اتوجه لك استاذ عبير، يعني تكلمنا عن جوانب تثقيفيه، شاب محتاج يعني يكون شوي مستعد انه يجازف، عنده استعداد انه يكون مرن في بداياته، البدايات المتواضعه، هذه مين يعمل على تثقيف الشاب بهذا الموضوع؟ أعتقد الجامعات لها دور كبير في الموضوع.
اسمحي لي أقدم نصيحتي كمتخصصة في تطوير الموارد البشرية. للأسف المبدأ الذي نجده منتشر ما بين الشباب والشابات في انتظار الفرصة المثالية مثلا أو انتظار الوظيفة في القطاع الحكومي، بالعكس انتظارك بقائك في المنزل بدون عمل بدون اكتساب خبرات إضافية تقلل من فرص حصولك على وظيفة بكل الأحوال سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. نحتاج إحنا نعمل في إحنا كممثلين في 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 الموارد البشرية، كمسؤولين في الجامعات، في المؤسسات التدريبية مثلاً، إن إحنا نشجع الشباب السعودي اللي إحنا كلنا مؤمنين فيه، اللي كل يوم ننبهر بإنجازاته، أنه هو قادر على الحصول على العمل المثالي له والمناسب لمؤهلاته وقدراته أيضا. لكن الخطوة الأولى تأتي من الباحث عن العمل نفسه وعن الشباب نفسهم، يعني القبول بالفرص مهما كانت متواضعة، خوض التجارب، عدم إثارة المقارنات. يعني مثلا ممكن يجون شباب أو شابات أنه أنا وصاحبي تخرجنا من نفس التخصص بنفس المعدل لكن هو قبل في هذه الشركة، أنا إلى الآن ما وجدت فرصة عمل. ثقافة المقارنة أيضا يعني تعكس بشكل سلبي في اختيار الوظيفة المناسبة. الوقوع أيضا في وهم اللحظة المثالية أو الوظيفة المثالية، أي فرصة عمل سوف تسقلك، سوف تزيد من خبراتك، سوف تكتشف بها ذاتك وستأخذك في المكان الصحيح. جميل جدا أستاذ عبير الدوسري متخصصة موارد بشرية، أشكر لك حضورك معنا في استوديو الإخبارية. أستاذ ثامر، يعني نرجع لنقطة يعني الوظيفة المثالية أو اللحظة المثالية، البدايات المتواضعة، إذا ممكن أستاذ ثامر في مشكلة بالاتصال. طيب أعود لك أستاذ أسامة وأستاذ عبد العزيز، الموضوع البدايات المتواضعة، اللحظة المثالية زي ما ذكرت، حبيت الاسم اللحظة المثالية أو الوظيفة المثالية، أنه أنا والله أنتظر لحد ما تجيني الشيء اللي زي ما أنا أحلم فيه. قديش هذا يحرم الشاب من فرص عمل وتطوير، ويمكن حتى يتغير نظرته على المسار العمل. يعني هو مدارس شيء ومحاط في صورته شيء، لكن لما يجرب العمل الحقيقي في الميدان يكتشف أنه لا والله أنا أبغى أتخصص في مجال آخر. هذا مين ممكن يثقف الشاب فيه؟ إحنا دائما نعود ونذكر دائما في نقطة جوهرية أساسية، ثقافة البحث عن عمل وتثقيف القطاع الخاص. بس كيف نثقفه؟ ثقافة البحث، هناك ملتقيات عديدة، هناك جهات معينة ممثلة في الغرفة التجارية، كذلك تقام عدة ملتقيات، كذلك وزارة العمل مشكورة، هناك يعني تقيم ملتقيات خاصة في القطاع الخاص وعند دور القطاع الخاص، هناك كذلك دور المنشآت، هناك كذلك دور رئيسي للباحث عن المعلومة بشكل رئيسية، بمعنى أنه لازلنا نحن نؤمن أنه في استمرار القطاع الحكومي في ناحية هيكلة وظيفية موجودة. ولكن الواقع ما ذكر يعني وما ذكر عليه من خطط مستقبلية أنه هناك راح يكون خصخصة، بمعنى أن سيتم إلغاء الوظيفة الحكومية ونقلها مباشرة إلى التأمينات الاجتماعية، بمعنى أنه هناك عقد عمل سنوي، هناك تقييم أداء لكل موظف. ولكن أعود لنقطتك الرئيسية، دور الجامعات دون شك أنه لا يقلل منه، لذلك دائما نحن نطالب خصوصا الآن في خطة الموضوع في الجامعات يجب أن يعاد مراجعته بما يتعلق في التدريب لآخر مرحلة ما قبل التخرج. الحقيقة ما في آلية تنظيم واضحة، ما في هناك موائمة ما بين القطاع الخاص وما بين الجامعات، خاصة ما بين شؤون الطلاب والباحثين عن فترة التدريب في نفس التخصص، سواء اللي كان للمتخرج أو المتخرجة من هذه الجامعة في هذا التخصص. إذن هذه واحدة من الفرص كذلك التي تعطي انطباع وتعطي ثقافة، وهناك معرفة يكتسبها المتدرب أثناء دراسته في الجامعة. كذلك أدوار كثيرة مهمة جدا أن تقوم فيها أثناء الدراسة الجامعية، يعني معرفة ميولك، امتداد تخصصك، تطوير. هناك نماذج جدا رائعة من شبابنا وشاباتنا، أنا وجدتهم يبحثون عن الدورات التدريبية التطويرية وهم لا زالوا على رأس الدراسة في الجامعة. إذن في إيمان في التخصص، يعني أنا من الناس اللي دائما أؤيد الاختصاص، ولكن بنفس الوقت لا لست مؤمن بأي باحث أو باحث عن العمل من يجد فرصة قد يكتسب منها المعرفة، يكتسب منها بيئة العمل، يكتسب منها دخل شهري له كذلك، أن
يعني يحرم نفسه هذه الفرصة لأجل أن يحصل على الوظيفة التي هو يعني يطمح لها أو يبحث عنها، ولكن دائما فرصة من هو يعمل من هو على رأس العمل في حصول على الوظيفة مماثلة تكون بأضعاف من هو ليس على رأس العمل. أستاذ عبد العزيز باختصار شديد جدا، يعني البدايات المتواضعة والتأهيل، كيف الشاب يستعد هذا الموضوع؟ طيب. مين يساعده يستعد له؟ هل الجامعات نقول؟ لا الجامعات طبعا، يعني أنا أشتغل في الموضوع كثير وأدرب في جميع أنواع من إعداد السيرة الذاتية للمقابلة. في بعض أحيانا في جامعات ينادوننا اللي هم وحدات الخريجين، بس هذه تعتبر جرعات أنا أعتبرها متأخرة، ما عرض توظيف نروح نقدم فيها حتى مجانا. الوزارة زي ما قالوا الشباب في ناس يقدمون عن طريق حتى الإنترنت في السوشيال ميديا في اليوتيوب، وذا يقدمون اقتراحات واستشارات. لكن في النهاية إذا أعود للنقطة اللي ذكرها الأستاذ خالد أبو الخيل، هدفهم في الوزارة تمكين الشاب السعودي وحمايته. إذا هم بيمكنونه ويحمونه وهو ما يبغى في النهاية، وش يعني في بعض القطاعات أنا شفت تصاريح إنهم ما لقوا، ما غطوها بالسعودية، ما لقوا سعوديين يغطونها. طيب إذا أنت ما تبغى، إحنا سوينا لك كل شيء وقاعدين نحميك وقاعدين إحنا وراك. إذا هي بالدرجة الأولى تعتمد على الشاب نفسه. تماماً. جميل. تعتمد جميل. على ثقافة الشاب اللي أساسها ثقافة المجتمع من البيت ومن المدرسة. يعني على الشاب مسؤولية أنه يثقف نفسه والجهات تثقفه أنه العمل ليس فقط تخصص، تأهيل سلوكيات ويعني أسلوب وفهم للعمل. صحيح. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد العزيز مبارك، مهتم بقضايا الشباب والموظفين، أستاذ أسامة الشمري عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، وأشكرك ضيفي من جدة أستاذ ثامر الفرطوشي عضو لجنة شباب أعمال جدة، شكرا جزيلا لك. ننتقل أعزائي المشاهدين إلى صوت المواطن، إذ شبكة أول سعودي هي قاعدة بيانات للمتميزين والمتميزات والداعم المعنوي لهم بشكل رئيسي في تقديم كافة خدمات النشر الإلكتروني والتوثيق في الموقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي يحتاجها المبدعون والمتميزون في السعودية، وذلك بهدف إبراز تميزهم للعالم وتوحيد الجهد لبناء منصة إلكترونية تكون مرجع لهم وإلهام للشباب بأمثلة ونماذج سعودية كقدوة لهم وتحفيز وتشجيع في الوصول لأهدافهم وخدمة وطنهم. نشاهد هذا التقرير أعزائي المشاهدين ثم نعود لكم. تأسست الشبكة بدايات عام 2014 كمحاولة لتوثيق الإنجازات السعودية وتوفير مرجع متكامل وقاعدة بيانات تضم كل ما يخص التميز والإبداع والأولويات في السعودية، حيث قامت الشبكة برصد وحصر معلومات متنوعة مختلفة بعد التحقق والتوثق من مصدرها حتى تكون مرجعا للباحثين والمهتمين، مما يوفر الوقت والجهد وتمكين الشباب السعودي المبدع من خلال التوعية بهم وإنجازاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وكحلقة وصل بين المخترع والمبدع وبين الجهات الداعمة والمانحة والباحثة والمهتمة. وتضم الشبكة متطوعين داخل المملكة وخارجها، ما بين مبتعثين حاليا وسابقين وخريجين، ويشرف على الشبكة مؤسسها منذ إنشائها الأستاذ عبد الله شعبان. للحديث أكثر عن أول سعودي وأول سعودية معي من الدمام الأستاذة هند غزواني مسؤولة المحتوى لشبكة أول سعودي وسعودية. مرحبا أستاذة هند. أستاذة هند تسمعين لي؟ حياته. ايوه اسمعت. حياك الله، يعني نبغى نعرف اول شيء كيف بدات اول سعودي واول سعوديه، كيف بدات؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بدات شبكه اول سعودي وسعوديه عام 2014 بتاسيس استاذ عبد الله شعبان. طبعا الشبكه هي تعنى بجميع الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات داخل الوطن العربي سواء أو المملكة العربية السعودية تحديدا. طبعا هي تهتم بالخريجين والطلاب والطالبات والموهوبين والموهوبات داخل المملكة العربية السعودية سواء خارجها أو داخلها. طبعا الشبكة تأسست عام 2014 يونيو، أشرف عليها أستاذ عبد الله شعبان بشكل شخصي. طيب كيف المعايير حقتكم أستاذة هند؟ يعني
ايش المعايير اللي تختارون فيها الشخصيات هذه؟ المعايير تختار على حسب، يعني مثلا الشخص نال جوائز محلية وعالمية، من خلالها نقدر نحصر الأشخاص اللي نقدر نطلعهم في الشبكة ونكتب عنهم وننشر عنهم. طيب يعني إيش خطتكم المستقبلية هند؟ إيش بعد ما تبرزون الشخصيات هذه، هل يصير في مثلا تمثيل معين، أي تعاون معين معهم؟ احنا الان نتواصل مع المبدعين والمبدعات بشكل مباشر، يعني لما نجي ناخذ الخبر نتواصل مباشره مع نفس الشخص، نجمع الاخبار ونحصرها ويتم تمحيصها، بعدها نبدا نطلع الاخبار. بالنسبه للخطط المستقبليه ان شاء الله الشبكه راح يكون لها توسع اكبر، وراح يعني يكون في مشاريع اخرى ان شاء الله راح تعرض قريبا. طيب رسالتكم في أول سعودي سعودية، يعني هذا العمل وطني بامتياز ونشكركم عليه، إيش رسالتكم في العمل هذا؟ رسالتنا في العمل هذا هي توثيق إنجازات المبدعين والمبدعات اللي يعني الإعلام تجاهلهم، أو ربما يعني ما قدروا يطلعون على الإعلام. إحنا بشكل مباشر أو غير مباشر ننشر عنهم ونحاول يعني نظهرهم للعالم ونظهر إبداعاتهم اللي يعني ما حد يعني يعرف عنها أو يعني سمع فيها. جميل جدا. أستاذة هند غزواني مسؤولة المحتوى لشبكة أول سعودي وسعودية، أشكرك جزيل الشكر ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا العمل الوطني بامتياز، وشبابنا فيهم خير دائما. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة ونلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.